ولا شك أن تساهل الناس في التصوير في الحقيقة ظاهرة، حتى في المسجد النبوي، حتى في المسجد النبوي الخطيب يخطب سيلفي، ما يسمع من الخطبة شيء. لا، ويكذبون أيضا في التصوير، لو سمحت صورني، كذاب ما يدعو. لكن إذا عاد إلى أندونيسيا يصور، يبروزها ويضعها في المجلس وهو واقف عند المسجد النبوي يدعو. وأنا أقول للناس هذا حرام،